عودة مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الرحلة اليومية التي نسعد دائما بأن نكون متواصلين معكم لرصد فعاليات ومناشط موسم الظفار، وأيضا رصد الفعاليات المصاحبة لهذا الموسم الاستثنائي. نحن هنا في عودة الماضي كما ذكرنا نحاول أن نقترب من هذه التفاصيل الجميلة وهذه المفردات الجميلة والبيئات الرائعة هنا في عودة الماضي. لنقترب من إحدى البيئات هنا يسعدني في الاستوديو أن يكون معي خالد بن عمر الشنفري مشرف البيئة البحرية أبو سبعة، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور عبد الله، ويا مرحبا بكم في عودة الماضي. في عودة الماضي الأمانة، عودة الماضي حكاية أخرى، من تدخل المكان كأنك رجعت بالزمن إلى ما قبل السبعين. أي صحيح والله. شوف عبد الله، في يعني مثل ما تفضلت أنت وأكيد قد تكلمتوا وتحدثتوا كثير عن المكان. يا أخي الموقع هذا ترى الخاصية اللي فيه، ترى في فرق بين حاجة اسمها اللي هي تجسيد، اللي طبعا إنه باكستان، ولكن هالمرة اللي هنا مش تجسيد، ترى هي معايشة، محاكاة للواقع. يعني حتى أنا أقول معايشة، أبتعد حتى من المحاكاة. المحاكاة يعني إني بقلد هنا، لا لا معايشة ناس من يعني من الزمن اللي يسموه الزمن الجميل. أيوة. أو الماضي، وكل زمان جميلة يعني إن شاء الله، فإنه يتعايشون مع الوضع. اللي في البيئة البحرية، في البيئة البحرية اللي بيشتغل، اللي بيسوي الوشاعة، والنساء اللي بتسوي بالقطن، والناس عايشة يعني مثل الزمان الماضي. نحن بنتكلم عن هذه التفاصيل، لكن قبل أتكلم عن هذه التفاصيل، اللبس، إيش سر اللبس؟ والله ما في سر، ولكن طبعا هذا اللبس يعني مشابه للقديم، يعني أول اللي ما كان الأقمشة اللي كانت موجودة اللي شبيهها بالنيل، واللباس والعمامة. بس جميل والله. والله والله ما يجي منهم إلا الجميل، الزمان يعني اللبس القديم، وهو تراث مصاحب إلى الآن. طبعا دخل المودرن اللي أنت لابسه الآن، ولكن يظل مثل ما هو. اللهم قد تفرق في الأسلوب، في الطريقة. تتكلم على أسلوب التمصيرة غير، الشال والله غير. والله هم زمان يعني هم زمان ظهر يحبون الألوان الكثير يعني. يعني يمكن زمان يعني لما جاتنا الملابس هذه من الخارج فيحبوا الالوان الفضفاضه. أيوة. يعني كان لها احساس او كان لها دور. وبيني وبينك والله جميله ملفتة يعني. نعم والله. أيوة. انت لما جيت من بعيد انا اقول من هذا؟ بشعي جاي من هناك من بعيد. فهو فقط والله نحن حصلنا فرصه يعني في هذا المكان انه نرجع ونلبس هذه الملابس. يعني طبعا الخنجر يتجاوز عمره قرابه 100 عام يعني، ورثناه من الوالد الله يرحمه، من صناعة يعني صانع الفضة الله يرحمه سالم بن قضام الشنفري. وتوارث، وحبيت فرصة أنه يكون متواجد معي. الخنجر عزيز، عزيز في يعني لمن، وعزيز أيضا أنه يحمل تاريخ 100 سنة تقريبا. تقريبا زي طيب السباعية اللي أنت حاطها هنا، نحن نسميها بالمحلي هنا سباعية، المفروض تكون فوق. أيوة، ولكن الظهر مشان ال أيوة. يا اخي خلاص انا مقلهاش، عارفني انت تورطني ترى. مره بكون فوق مره تحت، ما ادري. دائما المسرحيين عفويين والله. شو عبد الله، انا بس اولا ثبت المايك، ثبت المايك. ايوه كذا. ايوه مشان والله انا ماسك العصا ولا مسكوه. بعدين كبير يا اخي ما شاء الله. زين ابو سبعة، قبل ان انتقل واتكلم عن البيئه البحريه، ندخل في تفاصيل البيئه البحريه، نشوف الفيديو اللي على الشاشه وبعدين بنرجع نتحدث عن تفاصيل البيئة البحرية. Come on!
عودة مشاهدينا الكرام مرة أخرى ونحن هكذا مستمتعين بهذه الفنون البحرية. فضولي جاب لي كلمة. غشيم ما يعرف المعنى. الله، نحن شفنا الفيديو اللي موجود هناك، ألعاب شعبية، هناك فنون وأيضا غيرها. نتحدث عن البيئة بشكل عام، إيش اللي تقدموه للزائر في البيئة البحرية؟ والله شوف، بنحاول أنه بقدر المستطاع نقدم كل ما يقام في البيئة البحرية. البيئة البحرية ترى فيها تفاصيل كثيرة، يعني هي مش مجرد انه صيادين وكذا، لا، مثل ما تشوف هناك اللينك اللي يحمل البضائع، وصول السفاره، البضائع اللي وصلوها السفاره، ايضا لما يوصلون الى الفرضه وتبادل التجاري اللي يصير ما بينهم، ما بين ايضا المدينه او البيئه الحضريه اذا بنخصها، وما بين البيئه البحريه واستقبال السفاره، وايضا لما يوصلون الى، اذا بتشوف من جانب يمين ويسار اللينجا والسفينه اللي موجوده، النساء والرجال الذي يقومون بحياكه او اشاعه الشبك. النساء تقوم بفرز القطن او اللي أيوة، مثل ما يسموه الذهب الابيض زمان. أيوة بالضبط. ويستخرج منه، يعني يستخدمون لعمل الشبك، الشبك في بالضبط في الجانب البعض. طبعا هو له استخدامات كثيره، ومن ثم طبعا وهم طبعا بيشتغلوا اكيد كانوا ياخذوا في فنون. ايوه، نقترب من هذه الفنون شويه. ايوه، كان طبعا في اهازيج يقولوها، اغاني يعملوها. طبعا البيئه الساحليه اللي عندنا يعني كبيره وممتده بانواعها، يعني مش محافظه ظفار فقط، في جميع المحافظات اللي يعني متراميه الاطراف على مستوى البحري، وايضا مع وجود الارخبيل الصخري هذا الممتد على السلطنه، ففي كل شبر موجود فن من الفنون. طيب انتم مركزين او تقصدوا البيئه البحريه هنا في محافظه ظفار وفي صلاله بشكل عام؟ لا، يعني بنخرج طبعا، يعني شوف بصراحه ما بين ظفار وما بين الشرقيه. حلو. يعني في ترابط يعني قديم، في تشابه يعني موجود، مثل فن المديمه، يعني حلو، فن بحري جميل جدا ما نستطيع ان نخرج منه، لازم نقدمه. ايضا طبعا الفننة الشبانيه اللي موجوده يعني بيتم استخدامه في فنون صوتيه سماعيه. أيوة، اللي هي فنون العمل. فنون العمل طبعا هي تم تركيب لها طبعا ايقاعات، وصارت فنون حركيه، وصارت فنون الى اخره. وايضا بنقصد الطريقه البحريه لما يكونوا في البحر، لما يستخدمون المقاديف وايش فاستخدمناها كنوع من العرض
امام الخشبه نقدمه للجمهور. جميل. ايضا في مرحله السياف او اللي الشبك الكبير. أيوة. لما انه كيف يفردوه وكيف يضموه كيف يستخدموه. يا سلام. فتقام معها كثير من الهازيك. وايضا هناك في فن دائما يستخدموه لانه تقدر تقول متوزع على محافظة الظفار كامل اللي هو فن الشرح. الشرح قد يستخدم في الحضرية ويستخدم في البيئة في جميع البيئات تقدم وجود. وهم الفنون أيضا الأساسية اللي موجودة عندنا فن الشرح. يعني أيوة فن الشرح له بعض النقاط، ولكن نستخدمه نحن كفن أيضا يعني مزاجي. أيوة يعني يتمزقون عليه ويأخذون بالشرح بس على حركة حركتين. أيوة. مش أنه رقص يعني رقص وكذا. أيوة. لا فقط أنه مزاج وكذا. فنحس انه طبعا ترى احنا كل يوم يومين ثلاثة في تجديد في تغيير. ممتاز. فنون كثيرة عبد الله ما نقدر نحصيها. طيب. يعني في يوم نطلع من الفنون يعني الزائر الى عودة الماضي والبيئة البحرية كل يومين راح يشوف شيء جديد. ان شاء الله. جميل. هذا شيء جميل. طيب ندخل لي انت رجال شيف ويدك نظيفة وعليك نفس بحري، نتحدث عن المأكولات. هل في مأكولات هنا والله البيئة شوف البحرية؟ هو ما في. ايوه. لكن صفاري واغراضي والله في الدبه. وانت عارف انا ما اصبر من هذا الجانب، وباقي رايحين العزايم هنا. أيوة. صياديه على مرق كذابه على هذه الامور يعني مجهزين، بس قد تكون اليومين هذيلا شغلتنا كذا. أيوة. ولكن في يعني ممكن نشوف طبخات بحريه تكون. أيوة أيوة. في البيئه البحريه ممكن ان شاء الله هي خلال الايام القادمه. أيوة خلال الفتره القادمه. طبعا انت لا تنسى في الاخير هذا موقع مهرجان له التزاماته وله شروطه وله اموره نحن بنصير عليها، ولكن مش ممنوعه يعني ايضا. ولكن تعرفني انا لا انت من عشاق الطبخ يعني. أيوة. خاصة البحري. ففي في مرق البيقراح هنا مال صيادية. وشوفوا بوسكم معزومين اللي في الاعلام مخرجنا الجميل ايضا معزوم. ان شاء الله. انزين. نحن تحدثنا عن مفردات البيئه البحريه. هناك ايضا اتوقع العام الماضي كان المشهد الرئيسي اللي الكل دائما يحرص على زيارته ومشاهدته اللي هو العرس. العرس. ايوه. صحيح. انت تحت الهواء قلت لي راح تتغير انه راح تحاكوها في جميع البيئات تقريبا يعني في فكره. والله شوف هو طبعا مثل ما قلت وسلفت انه نحن بنحاول بشتى الطرق انه نجيب كثير اشياء غير العرس يعني موجوده. أيوة. اللي مع الجمهور، ولكن الظاهر انه العرس ترسخ، وكان في نقاش مع الاستاذ عماد وما اريد اتجاوز يعني ايضا انه هل نقوم او ما نقوم، ولكن في خطه ان شاء الله. بس هو قائم بشكل عام. لا طبعا هذا اليوم ما قام في. أيوة. هو في مشهديات للعرس. يا سلام. ولكن نحن السنه الماضيه اضفنا اللي هي زفه العريس وزفه العروس بحد يعني بمعاييرها وكذا. هل السنه في خطه انه سابقا كان ايضا زف العريس فوق الحمار يعني. أيوة. وانه ان شاء الله اشوف اذا يعني استقبلت ضيفت استاذ عماد فممكن هو يشرح في هذا الجانب تفاصيل اكثر. إيه لانه راجع على الحضريه شويه بعيد مني من البحريه. طيب ما مشكله. هي كل البيئات متماسكه في بعضها البعض، لكن بس للمشاهدين العام الماضي كان المشهديه موجوده، هذه السنه ان شاء الله بتكون موجوده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لانه الكل دائما يحرص انه يحضر لعوده الماضي وخاصه توقيت مشهديه. والله ما ابغى تقول هو اليوم بنسويها ترى بس انا هذا اللي اريد اوصل له. يقول لي انت تكلمت وبعدين انا ما عندي صلاحيه اني اتكلم. انا اليوم باستقام ان شاء الله اليوم اشوف مشهد العرس. واسمح لنا يا عماد والله. لا لا اموركم طيبه باذن الله. لا ان شاء الله امور طيبه. طيب مشهد العرس نتحدث عنه العرس بشكل عام وخاصه العرس القديم يعني ايش اللي صاحبه؟ والله شوف امور كثيره طبعا من قبل هي تجهيز العروس العروس. ممتاز. تجهيزه والى اخره وايش اللي ترتب على النساء والاستقبال والى اخره. طبعا العريس بعد انه بيصير يطلب الخطبه بعض الحين يسوي قصه انه يطلب الخطبه ها يوافق ما يوافق كله في المشهديه يعني تصير هي. جميل. تصير ومهر ما مهر هذه الامور ونوافق عليه وما يتوافق عليه وبعدين قولوا خلاص اليوم العرس ونعلن بين الناس يركضوا الاطفال بين الناس والجمع يا جماعه اليوم عرس فلان اليوم عرس فلان فالكل معزوم والكل معزوم الى اخره فمن نقطه فلانيه نستعد طبعا للهبوت. حلو. ويتجهز العريس ويروحون للهبوت. هو شوف يعني ايضا احنا نقدمه كعادات وتقاليد موجوده. صحيح. وايضا طريقة بسيطة شوية. يعني طريفة. أيوة. للناس أيضا تستمتع. يعني السنة الماضية كان في السيارة القديمة أنه فوق على متنها والناس تتفرج عليه فإن شاء الله تكون هناك نفس الأحداث وغيرها ومتكررة أيضا. هذا طلب أيضا من الجمهور يعني يطالبوا. ولكن أرجع وأعيد وأقول يعني طبعا هذا في الأخير معتمد على البيئة الحضرية. أيوة. اللي هنا يعني
ومشاركه طبعا ان شاء الله بها البحريه وجميع البيئات. طيب حلو ممتازين، نحن وصلنا للفرحه، وصلنا للاهازيج، وصلنا للفنون. خلنا نسمع فن من الفنون او نسمع العزف فقره كذا خفيفه نسمعها. عالقات اشجار تفاح والعناب الخوخ جن موربات الشمس بلدا في السحاب غيم مشاهدينا. استمعنا لهذه الفقرة الفنية وهذه المعزوفة القديمة الشعبية للفنان مسلم عبد الكريم، وعودة مرة أخرى لضيفنا في الاستوديو خالد. سمعنا لأغنية مسلم عبد الكريم. أنا لاحظت بالأمس أنه العديد من الفنانين منتشرين، يعني هنا تسمع هازيك شعبية، هنا برعة، هنا مثلا واحد بيقدم لك فن. الفكرة من هذا الموضوع؟ والله يا عبد الله هذه يا أخي الفنون يا أخي لها شجون بصراحة. بالضبط. والفكره يعني انه ايضا زمان ترى على حسب ما يعني بنشوف في الصور او الكتابات في السوق او بندر ظهار اللي كان موجود على حسب اذا ما خاني المسمى او شيء، او السوق اللي يقولوا ايضا اللي كان موجود في الحافه تقصيدا هذا له، انه تحصل انك اللي بيعزف اللي بيبيع بضاعته بيغني بيدندن. وفي حد اللي اصلا مثلا من جيراننا من البلدان اللي كانوا يجيبوا من عندهم بعض الاعواد او بعض الطبول صحيح بيعرض تجارته فيطبل ويدندن. وفي فنانين كانوا موجودين قد يكون بيعرضون انفسهم او السوشيال ميديا مالهم هذيك الفتره انه يجلس على زاويه تحت شجره ويدندن والناس تسمعه ويصير فنان، اللي حصل له ريال ولا حصل له 200 بيسة ولا شيء ولا اكل. بس هذيك الفتره هو ايوه شيخ هذيك الفتره يعني قالت هي الموضوع انه مثل ما قلت لكم عايشه الوضع اللي كان داخل منطقه واحده، فتحصل ان حد بيعزف حد بيغني حد والعاب اطفال في ناس ترى بعضها تصير قصه اثنين اكشن بينهم أيوة. زعل ومشكله يعني انا وانت مثلا الحين مشاركين ايوه انت اللي شلت بقرتي وانت اللي ما عارفين تمثيليه يعني ونحن رايحين نشوف لنا اي زاير ايوه نمسكه في النص ونقول له هذا عبد الله والله شل بقرتي قبل شهرين وشل حليبه وما هو في النص متورط ايوه ولكن وانت تقول هذا انا قد اعطيته تمر يا اخي حل المشكله يا اخي يقصون يحلوا المشكله يعني نوع من الترويج اعلان ايوه كذا فنحن كنا نقصد هذا الشيء جميل ونمسك اي زاير يعني مو فاهم السالفه أيوة. ويجلس يحل ما بيننا ويشلنا بعد انك في مكان مثل القضاء ونحل المشكله رائع. يعني هذا كله موجوده في عوده المعارض ايوه موجوده جميل. يوم كذا يوم كذا يوم على جميل. على حسب جميل. الوضع. اذا خالد بن عمر الشنفري مشرف أيوة. البيئه البحريه شكرا لك، كنت معنا في هذه الدقائق وهذه الوقفه من استوديو الفعاليات في برنامج الناس والخريف. شكرا لك. والله الشكر لكم تلفزيون عمان والقائمين على البرنامج ونشكركم دائما انتم موصلين الكلمه لنا والله جزاكم الله خير. واجبنا شكرا لك ابو سبعه. اذا مشاهدينا كما عودناكم هنا في استوديو الفعاليات نقترب من هذه المفردات في عوده الماضيه، اليوم اقتربنا من البيئه البحريه وغدا هكذا سوف نقترب من تفاصيل ومفردات البيئات الاخرى الموجوده هنا سواء البيئه الريفيه والبيئه البدويه وايضا البيئه الحضريه. اليوم كان معنا الضيف، استمتعنا بهذا الحديث وهذا الاقتراب من البيئه البحريه. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام استوديو الفعاليات، أنتقل بالصوت والصورة للزملاء في الاستوديو المزون ومحمد، لكم الكلمة. أهلا وسهلا عبد الله، وطبعا استمتعنا معاك في هاي اللقاءات الجميلة، ولكن كان عندي سؤال، عندكم حيط بمشح؟ ما يسمع عبد الله.
كان ودنا يعني صراحة نعرف إذا عندهم. خلاص عندي أنا. عندي أنا بوديش. بنصير بنشوف عاد إحنا الترتيب شيء ولا. حتى مسح بدقر. بدقر بعد. بعد خلاص إذا كذي خلاص خلص الكلام. فعاليات عودة الماضي مشهد جميل من مشاهد الفعاليات. نقرب الزائر إلى عودة الماضي، تفاصيل البيئات المختلفة مع زميل عبد الله تبوك اللي يوم عن آخر راح يقربنا من هذه البيئات في مشيئة الله. ونحن أيضا من خلال برنامج الناس والخريف نحاول أن نقرب لكم المشهد بصورة بصوت بمشهد أيضا بكلمة من خلال الرفراف. وين راح يطير صديقنا كفطوف؟ السفور سفري سفري. بنسير لغدو بنشوف الأماكن الجميلة ونتعرف على تفاصيلها.